مرحبا، حدث نادر بيتكرر كل 80 سنة حيكون مرئي بالعين المجردة لفترة قصيرة من الزمن، فحيحدث انفجار نجمي ضخم بالفضاء يسمى نوفا، وممكن نقدر نشوفه لمدة أسبوع من بعد حدوثه، وحيظهر كأنه نجم جديد بالسماء. منتقل لحالة الطقس، عم تستمع درجات الحرارة بانخفاض على أغلب المناطق تصير حول المعادلات على مدى هالفترة من السنة، وجو بين صحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وعم يستمر الجو سليم بالمناطق الشرقية والجزيرة وأيضا البادية. أما عن الرياح فهي غربية لجنوبية غربية بين خفيفة والمعتدلة، عم تراوح سرعتها بين 15-30 كيلومتر بالساعة. أما عن الرطوبة فعم تراوح بين 60-95%، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 27 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق اللي عم يكون فيها الطقس مشمس وعم تسجل فيها العليا 33 درجة، رح نكفي على المحافظات السورية، ورح نبدأ مثل العادة أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الأجواء عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا، عم تسجل بسويدا 28 درجة، بدرعا 34 درجة، أما بالقناطرة عم تروح بين 16-29 درجة. بالنسبة للمنطقة الوسطى لحمص وحماة فالأجواء عم تكون كمان غائمة جزئيا، عم تسجل ب 35 درجة، أما بحماة 32 درجة. رح نكفي هلا على المنطقة الساحلية على طرطوس اللاذقية واليواء اسكندرون، فالحرارة العليا بطرطوس عم تسجل 31 درجة، والأجواء متوقع أن يتساقط فيها أمطار، وباليواء اسكندرون عم تسجل 22 درجة. رح نكفي هلا على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب، عم يكون الطقس غائم جزئيا، وبإدلب عم تسجل 31 درجة، أما بحلب عم تراوح بين 21-33 درجة. ختاما مثل العادة بالمنطقة الشرقية رقة حسكة ودير الزور، طقس مشمس، عم تسجل برقة 37 درجة، الحسكة 40 درجة، ودير الزور عم تراوح بين 23-38 درجة. أخبار الطقس اليوم خاصة، تلاقوني بكرة وبخير.